هاي جايز، اليوم بصور لكم فلوج في المزرعة. طبعا عندنا هذه الكشخلارة، وهنا تقدرون تشوفون هذا الجرجير ولا لا، معلش قصدي ملفوف اتوقع، والله ما ادري وش هذا، بس ان هذا اشياء خضراء يعني تؤكل. هنا في بسة تركض، ايوه هذه شوفوها تركض بس الله. اقسم بالله شكلي ضاق، شفته من بعيد احسبه واحد واقف. انا جايه عشان البط بس، شوفوا الدجاجه يزينو. احس بحريه. شوفوا لقيت بط، اتوقع انها بطه. انتي بطه؟ تعال تعالي تعالي عند دادي، تعالي. الله لونها ابيض، والله اني خايفه بس اني مسويه نفسي. هنا عندنا حمامات اتوقع. الله خرفان. يوه لا يوه لا لا، دخل الجراند فادر. شوف يوه. اوكي قررت ادخل. يوه انا في مود، انا في مود. يولي شوفي هناك دجاجة بالغلط. راحوا يقومونها، قول شفيك جلستي قومي. تحسون انهم كذا شلة واحدة. الحين انا اتوقع البطل اللي هناك شلة زين، وهذولي الثلاثة سوا مو مبينين بس فهم تحت الشجرة، يا انهم متساعلين او ما ادري يعني، بس انه ذول الحال ذول الحال ما ادري ليش. احس قصة شعرك حلوة، ولا انت شرايك؟ او شرايكي؟ ما ادري شو اسمكي بس انك يعني كيكي كيكي. هاي يمدحونك يقولون انك رهيب. قروق 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 قروق، وانا يدي ترجف من الراعة. منظر الغروب يجنن، واحس اني يعني في اعلى مراحل الروقان. منظر الغروب لحاله يشرح الصدر كذا، احس بطير. خلاص قررت بشتري لي مزرعه، هو الفلوس جاهزه وكل شيء جاهز بس ينتظرون قراري. وخرت ايش فيك تناظرني كذا؟ انا في خوف. And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed. I'm not gonna lie, but your problems are big. المنظر خلاب. أهم شيء صوتي تغير يعني من كثر ما الجو حلو.
منبه انا. كنت شفت الخاصية هذه ان الترجمين يعني شفت يمشي ايه حتى انا مش همش علي ورا يولي راح عاد الجن حش على ايدي وعائتي قاعدة تكمل تسولف. اوكي رحنا جلسنا هناك عند النور، احنا جالسين بالظلام ما نشوف شيء. المهم الشاهي لذيذ صلحناه احنا بانفسنا. سديم تجي بعد شوي، سديم بسرعه يلا تعالي. فيونا كذا احس كذا شعور بالبساطه. هذا حلقات كذا، شوفوا هذا هو نفس ذا بس هذا يختلف. هذا حل اختي اللي ما عجبها اللي حست انه فاشل بس الحين ما ذقناه. هذا شاهي جون 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 جون، هذا وصفك للراك. هلا جسدي ياي ما تطلع في هيك عيونك حربين اسم الله. انت ايش فيك الحين؟ ليش تسوي كذا؟ ما ادري هل هذه طقوس عندهم. خلصنا ركوب الخيل الحين بنشيل لا والله هو ثقيل ذا وش ذا فيها كذا ثقيل. ركبنا الخيول بس ما اقدر اتصور لاني خوافه. انت اي واحد؟ اي صح انت كينج، انت حلوه كتكوت مره اللي كانك حمار حلالي يا حلو تقولون انك حمار يبادوا كله. هاي وجه عطنا وجه لا تعطي الآن. أنت والله أشكر على كل الأحسنة. شوي شوي علي هنا أكلهم ما أدري إيش يسمون أكلهم بس يلا أنا هم جالسين يشوفوني ينتظروني أكلهم. أنت مع إنك نفسية وهشيتني كثير إلا إنك تفضل يعني أحس إن قصيمي جالس ياكل كراس. هلا هلا بصراحة ما أعرف قديش يأكلون بس أعطيتهم حق تصبيرة يعني لين يأكلهم الحارس من شو اسمه. لا تأكلني بالمسك شاطر شطور شطر. بس خلصت مهمتي لليوم إني أكلكم، حسيت إني ماما. يلا see you guys، مرة انبسطت بشوفتكم خصوصا أنت اللي كأنك حمار. هذه يسمونها النفسية. لا لا أمزح قسم بالله أمزح إيش دعوة. أنا أحب العناد أم سوري بصورك شوي بس تعالي سحبوني تعالي. مريم تعامل علينا بنية صغيرة. قررنا نركب الديتسن. هل نحن وحدنا؟ يعني في مخلوقات فضائية ولا فيه يعني من المريخ وكذا؟ لا إلا لا يا أخي كذب. وبس كذا خلص يومنا الممتع الجميل في المزرعة. المزرعة في الخرج فالطريق طويل. الله النجوم تجنن ما شاء الله ما شاء الله. بعدني ما أشوف زين ونظري مرة ضعيف لأن ما شاء الله أبينكم النجوم بس مو قادرة ما أدري كيف أبينا. سبحان الله يحظكم خرج ما شاء الله عندكم نجوم كثير. تشوفون هذه نجمة وهذيك نجمة، كنت السماء كلها نجوم بشكل يعني ما شاء الله ما أدري إيش ما عرفت أعبر بس مرة يجنن سبحان الله ما شاء الله. يقول السؤال هل نحن وحدنا؟ لا عقل كبار يقول إن نحن وحدنا. يا ليلي خلاص خلاص بس قولي هل نحن وحدنا ولا لا؟ هذه حركة كبار. لا هل نحن وحدنا؟ يعني هل في مخلوقات فضائية؟ لا لا إلا في لا 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 أنت دخلت أنت مصور اسكتي. لا لا أنت في واحد معارض وبقين كلهم موافقين. لا هلا هلا بدك اوريك هلا هلا جيك جيك راس كعبول. دخل جراند فادر. هو جراند فادر ولا جراند مادر؟ جراند فادر. الله صدق طيب هو ابو جراند فادر.